بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، ودرس اليوم بعنوان الإسكندر في مصر. أهداف الدرس: بنهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن يتعرف أهم أعمال الإسكندر في مصر، يفسر أسباب كراهية المصريين للفرس ولغيرهم من الغزاة، يلخص النتائج المترتبة على زيارة الإسكندر معبدي آمون وبتاع، يعتز بالحضارة المصرية القديمة عبر العصور، يبدي احترامه للأديان والمعتقدات. ونشوف عناصر الدرس: أولا، الإسكندر وغزو مصر. ثانيا، بناء مدينة الإسكندرية. ثالثا، وفاة الإسكندر. لقد وهب الله لمصر ثروات وفيرة ومتعددة جعلتها مهدا للحضارات، وهذه الثروات أيضا لفتت أنظار الطامعين حتى أصبحت كل دولة تنشد بناء إمبراطورية تتجه إلى مصر. لماذا؟ طمعا في الاستيلاء على خيراتها، مثل الليبيين والأشوريين، وأخيرا جاء الفرس حتى دخل الإسكندر مصر وحكمها. من هو الإسكندر المقدوني؟ الإسكندر نشأ في إقليم مقدونيا شمال بلاد اليونان، وولد الإسكندر الأكبر عام 356 قبل الميلاد. أما بالنسبة لنسبه فهو ابن الملك فيليب المقدوني الذي وحد إقليم مقدونيا عام 338 قبل الميلاد. بالنسبة لتوليه الحكم، تولى الحكم وهو في سن 20 من عمره بعد مقتل والده عام 336 قبل الميلاد. الإسكندر المقدوني من خلال اللي شفناه في الفيديو نشأته، نشأ في إقليم مقدونيا شمال بلاد اليونان. مولده ولد عام 356 قبل الميلاد. نسبه هو ابن الملك فيليب المقدوني الذي وحد إقليم مقدونيا عام 338 قبل الميلاد. توليه الحكم، تولى الحكم وهو في سن 20 من عمره بعد مقتل والده عام 336 قبل الميلاد. أهم أعمال الإسكندر المقدوني أو الإسكندر الأكبر: 1. غزا معظم أجزاء العالم القديم. 2. هزم الفرس في آسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا. استولى على مصر عام 332 قبل الميلاد. الإسكندر وغزو مصر: يبقى بعد ما فرغ الإسكندر من القضاء على تمرد المدن الإغريقية، كان في تمرد حصل في المدن الإغريقية، واستطاع الإسكندر المقدوني القضاء على هذا التمرد وتوحيد المدن الإغريقية. بعد كده هزم الفرس في آسيا الصغرى، قرر الاستيلاء على مصر عام 332 قبل الميلاد. لماذا أو بما تفسر قرر الإسكندر الأكبر الاستيلاء على مصر؟ الإجابة: حتى يضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. بعد كده تحرك بجيش كبير مدعم بأسطول بحري حتى وصل إلى تل الفرمة، وتل الفرمة دي مدينة أو مكان شرق بورسعيد حاليا. وهناك المفاجأة أن المصريين رحبوا بقدوم الإسكندر إلى البلاد. طب ازاي المصريين يرحبوا بقدوم الإسكندر المقدوني وهو جاي يحتل بلدهم؟ الإجابة: لاعتقادهم بأنه جاء ليحررهم من الاحتلال الفارسي، والاحتلال الفارسي ده كان انتهك حرية الديانة المصرية القديمة وفرض عليهم الضرائب. رقم 2، رحبوا بقدوم الإسكندر بسبب معرفتهم بعادات الإغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. يبقى المصريين رحبوا بقدوم الإسكندر إلى مصر: 1. لاعتقادهم بأنه جاء ليحررهم
من الاحتلال الفارسي الذي انتهك حرية الديانة المصرية القديمة وفرض عليهم الضرائب. اثنين، كانوا عارفين الإغريق وعاداتهم وتقاليدهم، لأن الإغريق كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. يبقى الإسكندر الأكبر عشان يرضي المصريين حرص على أنه يظهر احترامه للديانة المصرية القديمة، يبقى عارف تمسك المصريين بديانتهم، وعشان يرضيهم حرص على أنه يظهر احترامه للديانة المصرية القديمة. فماذا فعل أو عمل إيه؟ أولاً زار معبد كل من الإله بتاه في من، وأقام فيه مهرجاناً رياضياً على الطريقة الإغريقية. ثانياً زار معبد الإله آمون بواحد سيوة، وقدم له القرابين، لذلك لقب بابن الإله آمون. يبقى لو قلنا بما تفسر، لقب الإسكندر بابن الإله آمون لأنه زار معبد الإله آمون بواحد سيوة وقدم له القرابين. وقع اختيار الإسكندر على قرية اسمها راقودة، المقابل لها في البحر المتوسط جزيرة صغيرة تسمى فاروس، عشان يقيم عليها مدينة جديدة. ليه فكر الإسكندر في بناء مدينة جديدة؟ أو بما تفسر بناء الإسكندر مدينة الإسكندرية؟ واحد، لكي تحمل اسمه. اثنين، عشان تكون عاصمة لدولته. ثلاثة، لتكون مركزا لنشر الحضارة الإغريقية في العالم. أربعة، لتكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. وفاة الإسكندر، توفي الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، ودفن بمدينة الإسكندرية. يبقى السبب في بناء الإسكندر لمدينة الإسكندرية، لكي تحمل اسمه، لتكون عاصمة لدولته، لتكون مركزا لنشر الحضارة الإغريقية في العالم، لتكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. اختار المكان ازاي؟ وقع اختياره على قرية اسمها راقودة، في المقابل لها جزيرة صغيرة في البحر المتوسط تسمى فاروس، وردم الماء بين القرية وبين الجزيرة، وأقام المدينة الجديدة. وتوفي الإسكندر سنة 323 قبل الميلاد، ودفن في الإسكندرية. نبدأ اختبارنا اليوم، ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي: نجح الإسكندر في توحيد كل بلاد الإغريق بعد وفاة أبيه، العبارة صحيحة. تعرف المصريون على بعض ملامح الحضارة الإغريقية قبل مجيء الإسكندر، والعبارة أيضا صحيحة لأنهم كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. انتهى الاحتلال الأجنبي لمصر بدخول الإسكندر، صح أم خطأ؟ طبعا خطأ، لم ينتهي، لأن الإسكندر أيضا هو أجنبي. هاجم الإسكندر الفرس في مصر بريا وبحريا، العبارة صحيحة لأنه تحرك بأسطول بحري مدعم بجيش بري. قبل أن يتجه الإسكندر لفتوحاته الخارجية، أمن أوضاعه الداخلية في بلاد الإغريق، صح أم خطأ؟ العبارة صحيحة لأنه قلنا أنه قضى على تمرد المدن الإغريقية. حصل الإسكندر الأكبر على بعض ألقاب ملوك مصر، ملوك الفراعنة في مصر. حصل الإسكندر الأكبر على بعض ألقاب ملوك الفراعنة في مصر، طبعا صح، لأنه لقب بابن الإله آمون. مرت بلاد الإغريق بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بعد وفاة الملك فيليب المقدوني، العبارة صحيحة لأنه قلنا أن الإسكندر الأكبر قضى على تمرد المدن الإغريقية، يعني هي دي حالة عدم الاضطراب وعدم الاستقرار. مثل البحر الأحمر أهمية كبرى للإسكندر الأكبر،
العبارة خاطئة، ما جبناش سيرة البحر الأحمر في الدرس. اللي مثل أهمية كبرى هو البحر المتوسط. كان الهدف الأساسي من بناء الإسكندرية التقرب من المصريين. العبارة خاطئة، قلنا الهدف لكي تحمل اسمه وتكون عاصمة لدولته ومركز لنشر الحضارة الإغريقية وقاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. اختر الإجابة الصحيحة. عرف المصريون عادات الإغريق قبل مجيء الإسكندر، حيث كانوا يعملون كنقط، عمال زراعيون، جنود مرتزقة، حرفيون، موظفون حكوميون. طبعا الإغريق قلنا إنهم كانوا بيعملوا كجنود مرتزقة. أول المناطق التي استولى عليها الإسكندر في مصر كانت نقط، منف، دمياط، تل الفرمة، الإسكندرية. طبعا أول المناطق التي استولى عليها الإسكندر هي تل الفرمة. يرجع سبب تسمية الإسكندر بأعظم الفاتحين إلى نقط، انتصاراته الداخلية، سيطرته على مصر، كثرة إنشائه للمدن، اتساع دولته. اتساع دولته. كان هدف الإسكندر من استيلائه على مصر نقط، تخليص مصر من الفرس، ضمان الحفاظ على قوته العسكرية، إظهار احترامه للمصريين، ولا تجنيد المصريين. الهدف من استيلاء الإسكندر على مصر ضمان الحفاظ على قوته العسكرية. ظهر التفوق العسكري على الفرس لأول مرة في نقط، مصر، فينيقيا، سوريا، آسيا الصغرى. في آسيا الصغرى. بما تفسر اتجاه معظم الدول في العصر القديم لاحتلال مصر طمعا في الاستيلاء على خيراتها الوفيرة. بما تفسر إطلاق لقب أعظم الفاتحين على الإسكندر، لأنه غزا معظم أجزاء العالم القديم، هزم الفرس في آسيا الصغرى، سوريا وفينيقيا، واستولى على مصر عام 332 قبل الميلاد. بما تفسر استيلاء الإسكندر الأكبر على مصر حتى يضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. بما تفسر ترحيب المصريين بالإسكندر الأكبر لاعتقادهم بأنه جاء ليحررهم من الاحتلال الفارسي الذي انتهك حرية الديانة المصرية القديمة وفرض عليهم الضرائب، ولمعرفتهم بعادات الإغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. بما تفسر كراهية المصريين لحكم الفرس، الإجابة لأنهم انتهكوا حرية الديانة المصرية القديمة وفرضوا عليهم الضرائب. بما تفسر بناء الإسكندر الأكبر لمدينة الإسكندرية، لكي تحمل اسمه وتكون عاصمة لدولته ومركزا لنشر الحضارة الإغريقية في العالم وقاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. بما تفسر زيارة الإسكندر الأكبر لمعبد الإله آمون في واحد سيوة، ليظهر احترامه للديانة المصرية إرضاء للمصريين. ما النتائج المترتبة على وفرة الثروات وتعددها في مصر منذ القدم؟ ترتب على ذلك أو أدى ذلك إلى جعل مصر مهدا للحضارات
ولفت أنظار الطامعين إليها. من النتائج المترتبة على عمل الإغريق كجنود مرتزقة في مصر قبل مجيء الإسكندر أدى إلى معرفة المصريين بعادات الإغريق وترحيبهم بالإسكندر. دلل على صحة العبارات التالية: ظهرت براعة الإسكندر السياسية عند توليه الحكم. إيه الدليل على صحة هذه العبارة؟ الدليل حيث قضى على تمرد المدن الإغريقية وكذلك هزم الفرس في آسيا الصغرى. دلل: حقق الإسكندر الأكبر انتصارات متتالية على الفرس. الدليل على كده حيث استطاع هزيمتهم في آسيا الصغرى وسوريا وفي نيقيا وأيضا في مصر. دلل: اهتمام الإسكندر الأكبر بالحضارة رغم انشغاله بالفتوحات، حيث قام ببناء مدينة الإسكندرية وجعلها مركزا لنشر الحضارة الإغريقية في العالم. دلل: نجح الإسكندر الأكبر في بناء إمبراطورية واسعة، حيث غزا معظم أجزاء العالم القديم وهزم الفرس واستولى على مصر. ملخص الدرس: الإسكندر الأكبر هو ابن الملك فيليب المقدوني، ولد عام 356 قبل الميلاد، تولى الحكم وهو في سن 20 من عمره، لقب بأعظم الفاتحين. لماذا؟ لأنه غزا معظم أجزاء العالم القديم، حارب الفرس وهزمهم في آسيا الصغرى وفي نيقيا وسوريا، استولى على مصر عام 332 قبل الميلاد. سعى الإسكندر لإرضاء المصريين، فحرص على إظهار احترامه للديانة المصرية، فقام بزيارة معبد الإله بتاح في منف، ومعبد الإله آمون في واحة سيوة. قام الإسكندر بتأسيس مدينة الإسكندرية، لماذا أو بما تفسر؟ لتكون عاصمة لدولته وتحمل اسمه، ولتكون مركزا لنشر الحضارة الإغريقية في العالم، ولتكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. توفي الإسكندر عام 323 قبل الميلاد ودفن بالإسكندرية. كده درس اليوم انتهى. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.